بيشرفنا الآن كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي المتميز للحديث عن التحكيم وحالات التحكيم النهارده. كابتن ناصر منورنا وألف مبروك. مبروك اتنين من تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة عرابي، الكابتن علي عبد الرحمن، الكابتن احمد وشك حلو كابتن. مبروك للجماهير كابتن ايمن، مبروك لمجلس الاداره واللاعبين والاجهزه، مبروك كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، انجاز كبير واداء كابتن شريف، اداء ونتيجه النهارده يعني مرضي للكل، بالتوفيق طبعا للجميع وهارد لك لنادي فيوتشر. التحكيم النهارده كابتن ايمن بنقول مكاسب كتيره للتحكيم. خلينا نتكلم كابتن شريف، احنا عندنا 7 حكام رايحين بطولة أمم أفريقية. 3 حكام أمين عمر، محمد معروف، محمد عادل، دول اتلعبوا في المباراة السابقة في السوبر المصري. البنا معاهم؟ البنا معاهم. دول 3 حكام، عندنا كمان حكمين مساعدين محمود أبو الرجال لكابتن عادل وأحمد حسام طه. دول رايحين مساعدين، وعندنا حكمين الفار محمود عاشور النهاردة اللي كان موجود. بقول له عودة حميدة محمود عاشور من فترة ما لعبش النادي الأهلي، ومحمود البنا. دولة للفار 7 حكام. البطولة دي كابتن أيمن يعني كانت خير إعداد للسبعة إن هم رايحين أمم أفريقية، ربنا يوفقهم في الأمم الأفريقية كلهم النهاردة. أدوا أداء جيد مرضي، أعتقد كانت بطولة جيدة ليهم كتحكيم يا كابتن شريف. عايز أقول حاجة مهمة تانية كابتن أيمن، محمود عاشور ويمكن كابتن أسامة بقاله فترة ما بيلعبش النادي الاهلي، يمكن من سنه تقريبا اول مباراه النهارده كانت لحمود عاشور في كحكم فار، ونجح طبعا النهارده كابتن شريف في الهدف مودست بعد تدخل فار وهدف صحيح. كابتن ايمن هنجيب الهدف وده مهم جدا جدا عشان نوضح، هي حاله من الحالات الصعبه كانت عند احمد حسام طه، هو اشار على التسلل ولكن طبعا اللعبه طبعا في لما الفار عادها نشوف كده كابتن لحظه التمرير وموقف مودست. عاوز اقول ان هنا خطوه واحده بس كابتن مودست يمكن ما سبقش، يعني هو وقف لحظه التمرير، وهنا من اول لحظه شفنا القدم للاعب فيوتشر. قدم هنا كابتن عادل مغطيه، انت معايا؟ شوف هنا حتى الخطوط هنا باينه جدا جدا، هي دي التقنيه بقى الجديده كابتن بلال كابتن اسامه، هي مبين لك الخط الازرق والخط الايه؟ الاحمر. الازرق هو خط المدافع كابتن عادل، والاحمر ده خط المهاجم، واخد منين؟ واخد من الكتف، لان الايد هنا ما بتخشش في التسلل، هنا الكتف هنا من ناحيه الكتف. يعني عاوز اقول ان الفار النهارده بالتقنيه الحديثه ظبطت هذه الحاله الصعبه اللي يمكن احمد حسام كان تمركزه جيد جدا فيها، ولكن طبعا يمكن خانته الاشاره على تسلل هدف بخطوه واحده من مودست، هدف صحيح من الفار يؤكد على صحه هدف الاهلي في الدقيقه 113. نشوف هنا حاله من الحالات مهمه جدا، نشوف الهدف هل هنا في مخالفه من كهربا كابتن ايمن؟ هل هو في مخالفه؟ ما فيش مخالفه، هو طلع فوق، يمكن هنا حارس المرمى هنا يمكن اخطا في الطلوع، ولكن هنا كهربا بيطلع فوق وبيلعب الكره وهدف صحيح للنادي الاهلي. انا جايب الهدف ليه؟ عشان نقول الاهداف اللي هنا اللي جت هدف صحيح. نشوف اللعبه اللي بعد كده محمد عادل، ودي هنا طبعا قرار صحيح، وشوف هنا تركيز محمد عادل كابتن ايمن على طول ما اداش فرصه وادى الاشاره على طول بالفاول على لاعب نادي الاهلي كهربا، هنا في اعاقه لحارس المرمى والقرار كان قرار صحيح باحتساب مخالفه للاعب فيوتشر جنش حارس المرمى. المخالفه موجوده والقرار صحيح باحتساب المخالفه. الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله اللي جايه ديت، ونشوف هنا انا بس يعني بس هقف هنا بس تسمح لي كابتن، بنتكلم على محمد عادل كابتن شريف وانا بقول النهارده اداء جيد ليه، وانا هنا تمركز تحرك باستثناء بعض الالعاب هو كان دخل في مسار اللعب، ولكن هنا بنشوف حاله من الحالات المهمه، هنا قريب جدا جدا واخد القرار باستمرار اللعب وما فيش مخالفه طبعا في هذه الحاله، انا بس بحييه على تمركزه وقربه من الحدث وتوقعه لقراءه اللعب في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله اللي جايه ديت، وهنا بنشوف هنا هل هنا في تسلل لحظه التمرير، هدف من البدايه، هنا احمد محمود ابو الرجال المساعد الاول بيدي هدف وهنا الهدف صحيح. نشوف هنا لحظه التمرير يا كابتن، نشوف هنا تاني وهنا كهربا بيلعب الباص والشحات جاي من تحت، هدف سليم مفيش فيه اي حاجه، هدف صحيح يحسب للحكم.
نشوف الحاله دي يا كابتن مهمه جدا بقى بعد تسجيل الهدف. هرجع بس يا كابتن لان البعض سال هو الحكم بالظبط وفي ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش عارفين. مش بس نوضح هنا كابتن. كابتن بلال احنا قلنا بعد كل هدف كابتن شريف كابتن اسامه كابتن عادل كابتن بلال هنا لابد ان هنا الفار بيقعد ثانيه يراجع مع الحكم. دي حاجه. كويس. الحاجه الثانيه هنا احنا النهارده هرجع تاني بس لحظه ركله البدايه. هنا لعيبه الاهلي النهارده فين يا كابتن؟ في الدايره. في الدايره، برافو يا بلال. انا كحكم النهارده عشان اقول ان في ستارت لابد انا اللي اصفر وادي اشارتي، هو ما اداش اشاره. صح. يعني عندي حاجتين النهارده. نمره واحد هو بيتحقق من صحه الهدف، نمره اثنين زي ما بلال قال كده ان لعيبه الاهلي النهارده المفروض يكونوا خارج الدايره وعلى بعد على الاقل 9 15 وهنا كان القرار هنا بان الكره هنا ركله بقى تعاد وده كان قرار صحيح من محمد عادل في الحقيقه. بشكل عام كابتن ايمن احنا قلنا هذه البطوله بطوله يعني هنا بردك هنا بس يمكن القرار دوت يمكن انا يعني ليا تحفظ هنا رامي ربيعه. شوف يا كابتن هل هنا الايد خارجه خارج نطاق الجسم ممكن هو حسب الفاول ماشي خلاص هنا مفيش مشكله واللاعب عدى وبالتالي هنا نشوف بس اللعبه اللي جايه هل هنا في لمسه يد فعلا ولا مفيش. شوف هنا الايد هنا انا شايف ان هنا الايد بتتلاشى وهنا في الوضع الطبيعي كابتن بلال هو حسب طبعا ممكن دي رؤيته ولكن طبعا بالشكل عام كابتن مكاسب كتيره للتحكيم زي ما قلت مش بس في هذه المباراه كابتن ايمن ولكن بشكل عام النهارده عوده محمود عاشور لتقنيه الفيديو بعد فتره بعيده قوي قوي والنهارده ياخد قرارات صحيحه. طبعا بحيي طاقم التحكيم وبحيي الفار على تدخل الصحفي في هدف الاهلي الثالث. نتمنى بقى ان شاء الله في الامم الافريقيه نشوفهم، نتمنى حد ان شاء الله فيهم يلعب نهائي افريقيا كابتن ايمن بروكنا الاهلي ودي كانت اخر حاله معانا. شكرا يا كابتن شرفتنا ووشك حلو دايما علي. شكرا كابتن، ربنا يخليك. مبروك كابتن. مبروك كابتن شريف.